لعماد، عماد فتحي، عماد يكمل كريم بامبو في المساحة في الطرف اليمين مع دبش، يحاول يعدي لكن دبش طلع كريم بامبو برا الملعب ولعب الباص القصير مقطوعة من مدبولي خطيرة. يا ولد يا ولد يا ولد، مدبولي يستلم الكرة تتكعبل في رجله لكن يرجعها مرة تانية. الهدف الأول لصالح البنك الأهلي. أخطاء دفاعية لصالح النادي المصري، أخطاء دفاعية بالجملة، وفي واحدة من الأخطاء اللي اتكررت أكتر من مرة، وفي الدقيقة 15 يسجل كريم بامبو من عرضية أحمد مدبولي. الهدف ده اتحسب لكريم بامبو لكن اللي عمل الشغل كله هو أحمد مدبولي. بص اللقطة من الأول، قلت لحضراتكم لعيبة النادي المصري أخطاء. أدي دبش تمريرة وحشة حسدته ولا إيه؟ أمادو بقى كمان ما يروحش للكورة، ما يضغطش بشكل مناسب على أحمد مدبولي، كمان دبش ما يراقبش بشكل جيد كريم بامبو. أخطاء، ثلاث أخطاء في نفس الكورة، سواء من دبش مرتين أو من اللاعب أمادو بقى في الضغط على مدبولي، يقدر نادي البنك الأهلي إنه يسجل هدف أول في اللقاء. حتى الكرة اتكعبلت في احمد مدبولي، المفروض يضغط هنا امادو بقى، ما يخلوش يلعب مستريح، ما يخليش الراجل يتلخبط ويرجع الكرة ويستلم ويعدلها ويلعب عرضية. كمان كريم بامبو في مساحة قليلة قوي هرب من اللاعب محمد دبش وقدر يسجل. مقطوعة من محمد هلال لكن العراقي يرجعها للسعداوي اللي نزل، او دغموم لسه السعداوي ما نزلش. حسن علي يلعب الكرة العرضية، عديها ميدو جابر خطيرة، المطالبة بلمسة يد، المطالبة بنالتي مع أحمد الغندور. هل الفيديو اسيستنت ريفري يتدخل للمرة الثالثة في الشوط الثاني؟ تدخل في لقطة الهدف دي 54، تدخل بعد ما الغندور احتسب بنالتي لدغموم. هنشوفها المرة دي لصلاح محسن أو باهر المحمدي. أدي التسديدة وأدي إيد أمير مدحت، والقرار هيكون لحكم اللقاء. القرار هيكون لحكم اللقاء مش لينا، مش لين تقولش معلق اللقاء قال بينالتي ولا ما قالش بينالتي. معلق اللقاء مش هو اللي هيقول بينالتي ولا مش بينالتي. ادي امير مدحت الكره جت في ايده، جت في ايده، دي الصوره اللي قدامنا. الكره كانت رايحه ناحيه المرمى، كانت رايحه ناحيه المرمى بتسديده، هيرجع لها احمد الغندور، هيرجع لها امير مدحت للقطه الثانيه، ياخد الكادر للمره الثانيه. المره الاولى كانت مع دغموم في لقطة البينالتي، ادي اللقطة ظابطها له، الحنفي ظابطها له، ظابطها للغندور. ادي تسديدة باهر المحمدي، وادي ايده مفرودة، ايده الشمال مفرودة، الكرة في طريقها للمرمى. هل تطلع بقى ولا ما تطلعش؟ هي في طريقها للمرمى. ادي التسديدة، يقول لك بقى البنك الاهلي يقول لك ده ايده جنبه، زي ما احنا سامعين دلوقتي في المايك يقول لي ايده في جنبه. لا، ايده ما كانتش جنبه. هنشوفها مرة ثانية، هل الغندور يدي بينالتي؟ احمد الغندور ادى بينالتي، ادى بينالتي للنادي المصري. مين اللي هيسدد؟ الشامي ولا ميدو جابر؟ ادي بينالتي، بينالتي لصالح النادي المصري، وانذار لامير مدحت. اعتراضات من امير مدحت على احمد الغندور اللي بياخد انذار. 9 دقائق على النهاية، 9 دقائق على نهاية اللقاء، ولكن قابلة للزيادة، قابلة للزيادة. هنشوف أحمد صبحي بيتكلم، أحمد الغندور مع أحمد صبحي إنه يرجع لمرمى. عاصم راح يتكلم مع صبحي، ورايحين بقى لاعبي البنك الأهلي. الكلام ده مش في الكورة يا جماعة، مش في الكورة تماما. لعيبة البنك الأهلي، اللاعب اللي راح يقف مع الحارس على خط المرمى، واللعيبة اللي راح تقف قدام اللاعب اللي هيسدد. ميدو جابر هو اللي هيسدد، عشان كده محمود حمادة راح يقف قدام الكورة. 2 لعيبة رايحين على الكورة، وواحد واقف مع الحارس. الكلام ده مش في الكورة، الكلام ده مش في الكورة تماما. اللي هيسدد واللي هيقف في المرمى وحكم اللقاء بس جوه 18. ميدو جابر، انذار لأمير مدحت زي ما قلت لحضراتكم. ميدو جابر ميني ماتش ما بين ميدو جابر واحمد صبحي. ميدو واحمد، جابر وصبحي في انتظار صافرة احمد الغندور. داخل على الكورة ميدو جابر، ميدو جابر، ميدو يسجل هدف التعادل لصالح النادي المصري. 1-1، 1-1. والسؤال هنا، هل تخلص في التسعين؟ المباراة تشتعل،
قلت لكم الهدوء اللي يسبق العاصفة في آخر ربع ساعة. طوفان بورسعيدي في الشوط الثاني، 8 فرص، 8 فرص بورسعيدية للنادي المصري في الشوط الثاني، ولا فرصة للبنك الأهلي، ولا فرصة. لعب على الدفاع الكابتن طارق مصطفى، ركزوا على الجانب الدفاعي فقط البنك الأهلي، لكن نقطة ومن أول السطر، من هنا نقطة ومن أول السطر. نادي المصري كيرف طالع لحد ما سجل الهدف، ونشوف البنك الأهلي اللي إمكانياته الهجومية كبيرة أيضا، وعمرو سعداوي اللي هيتولى الجبل يسرى لصالح النادي المصري. باهر المحمدي تسبب في البنالتي، باهر المحمدي تقدم كان رائع لقلب الدفاع، تتلعب الكرة الأمامية، تترد فرصة، لا 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 لا، هدية، هدية من عاصم صلاح، وصلاح محسن ما يردش الهدية، والنادي المصري يخطف الفوز أو يخطف التقدم، لأن لسه خمس دقايق. أسست من عاصم صلاح، أسست، وصلاح محسن بسرعته يخلص الهدف الثاني للنادي المصري. في دقيقتين المصري يتقدم على النادي البنك الأهلي 2-1. المباراة مجنونة، ربع ساعة أخيرة مجنونة، ربع ساعة من نار، ولكن شوط تاني للنادي المصري. سجل هدف واتلغى، بنالتي اتحسب واتلغى، يرجع ببنالتي تاني، الفار يحتسبه، وعاصم صلاح غلطة الشاطر بألف، عاصم رأسية يهيئها بعد ما صبحي كان طالع، لا صبحي يلحقها ولا أمير يشتتها، صلاح هو اللي يخلصها بهدف تاني لصالح النادي المصري. 2-1، 2-1. المباراة اتجننت، المباراة اتجننت. شوط تاني في كل الأحداث، شوط أول فيه كورة من نادي البنك الأهلي، في تاكتكس اتعمل من الكابتن طارق مصطفى، في هدف تقدم بيه كريم بامبو، في ضغط عالي عمله نادي البنك الأهلي، لكن الشوط التاني النادي المصري قلب الشوط التاني تماما. كريم العراقي هيلعب رمية التماس، كريم طويلة عند دغموم، حجز على كورته عبد الرحيم دغموم، عايز يلعبها، تمشي مع الكورة، تمشي مع دغموم، يلعبها لصلاح، مش ممكن تخبط الكورة، ميدو جابر ترجع لدغموم مرة، يا ولد يا ولد يا ولد، دغموم عايز يلعبها في المرمى، لكن صبحي، صبحي وحكم اللقاء يدي بينالتي لصالح النادي المصري، يدي بينالتي لصالح النادي المصري، أحمد الغندور يدي ضربة جزاء تانية في اللقاء، هي تالتة لأن في واحدة اتلغت، فلكن تانية في اللقاء رسمي. في ضربة جزاء اتعادل بيها النادي المصري، والنادي المصري الشوط الثاني شكل تاني، الشوط الثاني شكل تاني. ادي اللقطة، وادي التسديدة تخبط في ايد مين، مين اللي كان راجع، خبطت في ايده تسديدة عمرو سعداوي اللي كانت رايحة في طريقها للمرمى، ادي عمرو سعداوي، عدت الكورة، احمد عطية، احمد عطية تخبط في ايده وتخبط في القائم، والغندور يدي بينالتي لصالح النادي المصري. الغندور مستني الكابتن محمد الحنفي. النهاردة الشوط الثاني تدخل في 3 مرات، وادي الرابعة، 3 مرات، وادي الرابعة. لقطة هدف ميدو جابر اللي كان متسلل، لقطة البنالتي الدغموم اللي اتلغت، لقطة البنالتي اللي اتحسبت، وادي رابع مرة، رابع مرة. ادي عمرو سعداوي في لقطة تخليص اللقاء يخلص الماتش. ادي احمد عطية برضو نوصف الصورة، ايده جنبه ولا مش جنبه، خبطت في ايده وهي في طريقها للمرمى، خبطت في ايده، خبطت في ايده، دي الصورة، لكن قرار حكم اللقاء وقرار الحنفي ايه؟ هو الغندور قال لك بينالتي، لكن خلينا نشوف، قال لك بينالتي، قال لك بينالتي. امير مدحت راح يتكلم مع الغندور، عمرو موسى ماسك الكورة، تاني اعتراضات من جانب نادي البنك الاهلي. بص بيعترضوا على الفار، يعني الانذار لاحمد عطيه، الانذار لاحمد عطيه. البديل وتفوق اول هذا الموسم لصالح النادي المصري على نادي البنك الاهلي، وتفوق في المباراه الاقصائيه والصعود لدور الثمانية. شوط تاني اخضر، شوط تاني اخضر للنادي المصري. ميدو جابر وميني ماتشل تاني مرة ما بينه وما بين أحمد صبحي المحبط، المحبط باين، باين على الحارس أحمد صبحي. عدوا 10 دقايق وميدو جابر
ممكن يطلق رصاصة الرحمة. ميدو جابر، ميني ماتش، هو وصبحي، ميدو، هدف ثالث لصالح النادي المصري. تاخد ايده وتخش ميدو جابر، مان اوف ذا ماتش. شوط تاني للنادي المصري، شوط تاني باللون الاخضر، والنادي المصري يتفوق ويخطف بطاقة، لا ده مش يخطف، ده ياخدها عن استحقاق الحقيقة، بطاقة دور الثمانية. تعدي من ايد احمد صبحي، ميدو جابر يسجل هدفين، ده غير الهدف اللي اتلغى، واداء رائع في الشوط الثاني بتبديلات الكابتن علي ماهر، بتركيز لاعبي النادي المصري، وبالرجوع الدفاعي لصالح البنك الاهلي. والنادي المصري بعد ما سجل هدف التعادل ما اكتفاش، داس بنزين سجل هدف وسجل الثالث، وبيتقدم 3-1 3-1.